لو الحكاية فيها إن فيتو بمعناها التقليدي لا زالت لها الأهمية النسبية، لا تزال لها الأهمية النسبية حتى في الخارج مش بس في مصر، ولكن إلى جانب ده وبطريقة موازية ليها ظهرت عدة وسائل متزايدة الأهمية بالوصول إلى العملاء، من أول المراكز الاتصال الهاتفي الكول سنترز، من أول الصرافات الآلية اللي النهاردة دخلت عليها خدمات كتيرة بتتعمل من خلالها، إلى الإنترنت، إلى ما يسمى بعد كده بوسائل الاتصال البديلة، ودي بتلقى إقبال كبير جدا وبمعدلات متضاعفة. طبعا بتشمل الهواتف الذكية، الموبايل، الإنترنت، الرسائل النصية، الاس ام اس، وقنوات التواصل الاجتماعي والصوت والصوت. احنا كمان قولنا الحقيقة بنهتم جدا بتنويع مصادر وصولنا الى عملاء لأسباب كثيرة، يمكن اهمها ثلاث اسباب في ذهني. السبب الاولاني انه مجموع البنك عودي على مستوى العالم ملتزم تجاه عملائها، تجاه الاسواق اللي هي بتشتغل فيها، انها تدخل وتستحدث اخر ما يتصل اليه التكنولوجيا الحديثه من وسائل الوصول الى العملاء.